اسعار الفراخ البيضة اليوم 26/9/2023، سعر الفراخ البيضة عامل 77 جنيه، سعر الفراخ البلدي عامل 115، سعر كيلو الوراك النص فرخة عامل 81 جنيه، كيلو الوراك النص فرخة عامل 81 جنيه، أربعة وراك بيعملوا مثلا حوالي 130-120 على حسب حجمهم وبالكيلو. كيلو الوراك المخصوص عاملة 97 جنيه، وراك المخصوص عاملة 97 جنيه الكيلو، أربعة وراك بيعملوا 110، بس وراك صافي خالص من العظم زي ما موضح بالفيديو، ما فيهاش جلد كتير ولا فيها عظم. كيلو الدبابيس عامل 97 جنيه، كيلو الدبابيس عامل 97 جنيه. كيلو البانيه عامل 170، بانيه احمر مش شارب ميه خالص زي ما موضح في الفيديو، يشرب معاك التتبيله ويدي معاك الطعم اللي انت عامله في التتبيله. كيلو البانيه عامل 170 جنيه. كيلو شيش طاووق مصنفر من الدهون عامل 160، شيش طاووق مصنفر من الدهون عامل 160 جنيه الكيلو، مصنفر من الدهون يعني متشال عليه نسبة الدهون اللي عليه كاملة. كيلو شاورمة البانيه عاملة 170، دي شاورمة بانيه برضو صافية من الدهون خالص، ملهاش أي نسبة دهون، نسبة الدهون اللي بتتشال دي الكيلو منها ب 170 جنيه، يعني احنا شلنا من البانيه ب 170 جنيه عشان خاطر نبيعه برضه ب 170 جنيه. كيلو شاورمة الشيش طاووق عاملة 160 جنيه، شاورمة الشيش طاووق عاملة 160 جنيه. الأطعم شاورمة الشيش طاووق هي أطعم من شاورمة البانيه. كيلو زنجر أو ستريبس البانيه عامل 170 جنيه، زنجر أو ستريبس البانيه عامل 170 جنيه. كيلو الكبد وقوانص 85 جنيه، كيلو الكبد وقوانص عامل 85 جنيه. كيلو الكبد صافي عامل 90 جنيه، كبد صافي عامل 90 جنيه. كيلو الأجنحة الصافي بالكتف عامل 65 جنيه، أجنحة صافي بالكتف اللي هو الكتف بتاع الورك المخصوص اللي أنا وريته لك في أول الفيديو ده، بيجي بنجيبه في الجناح بيبقى عبارة عن ربع بسيط كويس. كيلو البرجر الفراخ عامل 110، برجر الفراخ عامل 110 كيلو. كيلو كفتة الفراخ عاملة 130، كيلو كفتة الفراخ عاملة 130، وفي منها متصبع جاهز على الشوي. كيلو صدق الفراخ عامل 130، صدق الفراخ عامل 130، وفي حواوشي فراخ عامل 90 جنيه.